السلام عليكم. طبعا كل فيلم هوبت وشفنا المنزل اللي كان موجود هناك، فخلينا نشوف ازاي نعمله في الريفت. هاجي هنا من الاركتكشر واقول له ان انا عايز ارسم جريد بالشكل دوت، تمام؟ وخلينا ناخد الجريد ده بالشكل دوت اهو، وبرضو ناخد ده وابدا احط النوت بتاعتي بتاعت التوب سيرفيس. اقول له مثلا دخل ده عند الزيرو اهو، واخد نفس النوت ديت واقول له خلي دي كده كوبي من هنا لهنا مال تيبل، وهقول دول مثلا ممكن يبقوا معانا ماينس 1500، وقول دول مثلا 13، تمام؟ ودول خليهم مثلا 15. طيب لو قلنا كده اوكي. طيب انا عايز ابدا ارسم البيت بتاعت المبنى بيلدينج بيت اهيت، وهقول له مثلا انا عايز ارسم الدائره ديت اهي من هنا كده لحد هنا، تمام؟ وهخلي دي مثلا ماينس متر بالشكل دوت اوكي. اللي اشوفها في 3D تبقى عامله معايا ازاي اهي بالشكل دوت. طيب عايز ابدا ارسم بقى الحوايط اللي موجوده هنا، هقول له اركتكتشر واقول له ان انا عايز ارسم وول باي كليك اهوت. طيب انا عايز الحوايط تقف عند الحدود بتاعت الطبوغرافيا اللي هنا، فهعمل ايه؟ هاجي هنا في ليفل 1 واقول له ان انا عايز ارسم ريفرنس بلين عند هنا النص بالظبط، واسميه مثلا نمبر 1. طيب وبعد كده هاجي هنا اركتكشر واقول له ان انا عايز اعمل موديل ان بليس، وابدا اقول له ان عايز مثلا احول اوكي، وهبدا اقول له ان انا عايز اعمل اكستروشن، وهقول له ان ده هيبقى فويد، وهقول له ان انا عايز اعمله ست على نمبر 1 اوكي. هيقول لي اختار ايست او ويست اهوت، وابدا ارسم المثلث بتاعي اهو مثلا من هنا لهنا لهنا بالشكل دوت، واقول له اوكي اهو. تعال ندخل في 3D اهو، اسحب ده كده واسحب ده كده، وبعد كده هقول له ان دوت انا عايز اعمل قط ده مع ده وده مع الشكل بتاعي فبقى عندي الحاجة بالشكل دوت اهو. وخلينا نعمل سيلكت ده وده، ممكن تقول له اتاش وتقول له بيس وتختار دوت، وبعد كده نقدر هنا من اركتكشر نقول له دور ونختار الباب زي ما احنا عايزين، وبعد كده هقول له ويندوز ونبدأ نحط نوافذ كتيرة زي ما كان موجود في التصميم بالشكل دوت. وبعد كده هاجي هنا اقول له خلي ده شديد شوية اهوت، وابدا اختار بقى الماتيريال. يعني ممكن تيجي هنا تقول له edit type وتقول له الاستراكشر بتاعك الكاتيجوري، وتبدا تختار مثلا حسب بقى انت عايز. اسفلت مثلا بس ده شكل التصميم بتاع البيت.